ينضم إلينا محمد الهادي مراسل شبكة شام من حلب. محمد، أكثر من 200 برميل متفجر خلال الأيام الخمسة الماضية، آخر التطورات الميدانية لديك وتعليقك على ما جرى وعن دور الائتلاف الوطني والمجتمع الدولي تجاه ما يحدث الآن في حلب؟ نعم، يعني ما يحدث الآن في حلب هو تواصل مسلسل القصف الهمجي على مدينة حلب وعلى الأحياء المحررة تحديدا، حيث نشهد في كل يوم استهداف، يعني تقريبا كل الأحياء المحررة تستهدف البراميل والصواريخ من الطيران الحربي والمروحي. اليوم فقط شهدنا قصف على حي طريق الباب والميسر وباب النيرب والقاطرجي والسكري والعامرية والأنصاري وغيرها من أحياء قصفت وهناك شهداء وجرحى. أيضا هناك يعني صعوبة ماسة عند المشافي الميدانية باستيعاب هذا الكم الكبير جدا من المصابين والشهداء الذين يسقطون يوميا في الأحياء المحررة لمدينة حلب، ناهيك عن قلة التجهيزات في هذه المشافي الميدانية والنقاط الطبية الصغيرة داخل المناطق المحررة. أيضا هناك اشتباكات نشهدها وضغط من قبل قوات النظام من الجهة الشرقية والجنوبية من حلب، حيث تحاول قوات النظام بالتقدم عند جبهة عزيزة وعند مطار حلب دولي والنيرب العسكري إلى التقدم إلى المناطق المحررة، واشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الحر وقوات النظام في تلك النقاط. ربما أيضا تنظيم دولة العراق والشام يتناغم بعملياته مع عمليات قوات النظام وبراميله المتفجرة، ألا يكون هذا مؤشر ودليل واضح وصريح على أن هناك تعاون بين التنظيم والنظام؟ ما شاهدناه بالأمس هو تفجير سيارتين مفخختين من قبل تنظيم الدولة في أحد مقرات لواء التوحيد، ويعتبر يعني مقر كبير جدا مدرسة المشاة، وتم يعني استشهاد أحد قادة لواء التوحيد بالإضافة إلى عدد من العناصر. يعني عمليات لا تخدم إلا قوات النظام، يعني سيارات مفخخة في الوقت الذي يشترك الجيش الحر فيه مع قوات النظام وفي الوقت التي تنهمر فيه براميل المتفجرة على المدنيين داخل حلب. شكرا لك محمد الهادي مراسل شبكة شام، كنت معنا من حلب.